على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض نسبة بلغت 0.26% عند مستوى 10920 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال فاصل 656 مليون. وجاء سهم شركة هواما للإعلان والعلاقات العامة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 9.98% ليغلق عند 22 ريالاً. تلا سهم شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بنسبة بلغت 9.95% عند 271 ريال فاصل 80. ارتفع سهم شركة حلواني إخوان بنسبة 4.88% عند 58 ريالاً. بينما تصدر سهم شركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.24% عند 267 ريالاً فاصل 40.